السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في فيديو القناة ديالنا الزولو اس في دي. كنصححو مباراة التعليم وبالضبط التخصص، يعني عفوا يعني اختبار ديال ديداكتيك الاس في دي، الموضوع ديال 2022. دونك ديداكتيك، السؤال 45 في الديداكتيك. نبداو على بركة الله. اون بليس دو لونسينيومون دو سافوار، يعني هنا دي سافوار، انتبه، هاد لي سافوار هما المعارف. انتبه، كاين لو سافوار وكاين لو سافوار فير وكاين لو سافوار اتر. لو سافوار هو المعرفة بشكل عام، معرفة. لو سافوار فير هما المهارات. سافوار فير يعني غيعرف يدير شي حاجة، لو سافوار اتر هو يعرف كيفاش يكون، يعني يكون عنده واحد السلوكات واحد لي كومبورتمون. الوغ لونسينيومون بيان لونسينيون دي اس في تي دو ايغالمون فيزي ا فير اكيور او زابرونون دي سافوار فير، يعني التلميذ الاستاذ ديال العلوم الحياه والارض ماشي غير يدرس غير المعرفه، ولكن كيعلمهم حتى المهارات. مفهوم. parmi les connaissances suivantes عندنا A و B و C و D اللي هما la dissection d'un animal ou d'un organe d'animal، يعني التفكيك او التشريح ديال واحد الانيمال او واحد العضو ديال واحد الانيمال، التعريف ديال المفهوم ديال المفاهيم العلميه، الملاحظات المجهريه، la schématisation des structures biologiques، الرسم والملاحظه وهنا التشريح. parmi les connaissances suivantes une connaissance ما بين هاد الربعه، لا ديسيكسيون لا ديفينيسيون لوبسيرفاسيون لا سوبستانسياسيون، ما بين هاد الربعه اون، يعني وحده، اون كونيسونس نابارتيان با او دومين دو سافوار فير. مفهوم. يعني وحده من هاد الربعه مش ما كتنتميش للمجال ديال المهارات. مفهوم. فاش كنقول شيماتيزي يعني رسم واحد لا ستركتشر بيولوجيك، مثلا الميتوكوندري، باش يرسم الميتوكوندري دونك خاص تكون عنده مهارة الرسم. إذن هادي سافوار، هادي سافوار فير. لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك، باش يلاحظ شي حاجة في المجهر دونك خاصك تكون عنده المهارة ديال الملاحظة ومهارة استعمال المجهر، دونك هادي حتى هي سافوار فير. فاش كنقولو لا ديسيكسيون دان انيمو، التشريح ديال واحد الانيمال او لواحد الاورغان، هذه حتى هي مهاره ديال التشريح ولا ديال التفكيك الى اخره. شنو كيبقى؟ كيبقى التعريف. هاد التعريف عرف كذا، دونك هذه راه معرفه. مفهوم. معرفه ماشي مهاره. هذه فين كنقول له عرف خاص تكون عنده واحد المعرفه تكون عنده. مفهوم. باش كنقول له اعطي انديمينيسيون، يعني عرف، اعطي المعرفه ديالك، اعطيني التعريف ديال شي حاجه، مثلا عرف الميتوكوندري او لا عرف، ماشي هي رسم الميتوكوندري ولا فكك الميتوكوندري ولا لاحظ الميتوكوندري. اذا اللي ما كينتميش للمجال ديال السافوار فير هو لا ديفينيسيون ديال كونسيبت اللي كتنتمي لو سافوار، يعني المعرفه. دونك حد لهنا كيسالي هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.